هذه المناسبة ذكرى ولادة المسيح عليه السلام تمثل معجزة نحاول أن نستحضرها وأن نستذكرها في مثل هذه الأيام، لنذكر أنفسنا بعظمة ولادته، وكذلك لنذكر أولادنا أبناءنا أفراد مجتمعنا ممن غابت عنهم هذه المعجزة الإلهية التي نقرأها في سورة مريم في قرآننا الكريم. والمطلوب منا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أولادنا من خلال قراءة هذه الآيات المباركة عليهم، ليسمعوها، ليتفكروا في معانيها وفي مضامينها، ليعرفوا طبيعة المسيح عليه السلام البشرية، بأنه ليس إلها وليس ابن الله وليست أمه كذلك إلها.